مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، حنا كنتواجدوا بمدينه الرحمه بالسوق النموذجي اللي اعلن على الافتتاح ديالو اليوم الرسمي. غنديروا ابتسامات مع المستفيدين وندير واحد الجوله خفيفه ظريفه. اجيو معنا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيداير الاخ؟ بخير بخير الله يبارك فيك. خياط ياك؟ خياط اخويا، ولكن ما عندناش اخويا بريزات ديال الضو باش غنخدم الماكينه باش غنخدم. هاد الناس هادو خصهم يدخلوا لنا شي بريز ديال الضو ويديروا ليه كونتور واللي يقدر شي كلا شي حاجه يخلصها. واقيلا اليوم حيت الافتتاح داك الشيء علاش ولا؟ المهم حنا دابا نتمناو يكون غير اليوم حيت الافتتاح ماشي مشكل، ولكن بغينا داك البريز ديال الضو يصيبوه لينا ويخلينا شويه لي سباس بيناتنا بحال ما كان. ما كاينش شويه الفرق بيناتنا مع بينك مع جارك. يعني ما كاينش شويه اتساع؟ ما كاينش شويه اتساع، كاين واحد 20 سنتيم ولا شناهي بينك وبين الاخر. راه ما يعني الا بغيتي الدور الا طاحت لك حاجه وبغيتي الدور تجيبها راه ما كاينش من الدور تجيبها. يا طاحت غير البياسه ديالك انت كتبيع وتشري ما بينك وبين صاحبك ما كاينش غادي تدخل تجيبها. يلا ورساله انت قدام كاميرا، رساله للمسؤولين ديال السوق. الله يلا يعمر لهم الدار هاد الناس ديال المسؤولين ديال السوق. هذا راهم داروا داك الشيء راه زوين، ولكن شي حوايج راهم بالنسبه للضو راه ما كاينش. راه خاصنا بريزات ديال الضو، كاين اللي كيبغي يشارجي تليفون، كاين اللي يشارجي ميزان ديال الضو، كاين اللي بزاف د الحوايج باغيين يديرهم بالضو. كتبيع النعناع الربيعات؟ اييه النعناع الربيعات. كي جاتك البلاصه؟ مزيان بخير الحمد لله. المساحه ديالها هي هذيك. الله يجعل البركه. الثمن اللي كتخلص مناسب؟ مناسب. وشي رساله للمسؤولين؟ المسؤولين كنشكروا جميع العامل والسيد القايد يعني السلطات كامله. السلطات كامله. خويا كنشكروا جلاله الملك محمد السادس نصره الله، كنشكروا السيد محسن القائد، كنشكروا السيد العامل على هذه المبادره اللي داروا لنا هنايا. يعني نقضونا من الشارع، يعني من العشوائيه للتقنيه. اييه نقضونا من الشارع، كنا مهمشين بالازبال وبالشمس الشتاء كلشي كان كي. ودابا الحمد لله كاين الكاميرات. بخير دابا الحمد لله. ما عندك شي اشكال شي مشكل؟ لا الحمد لله. هذا الشيء بلاصه مزيانه، كلشي المساحه ديالها كلشي مزيان. هذا الشيء من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا من فضل ربي. هذا من فضل الله. انا كيعجبوني الناس المتفائلين. تحياتي. اخ كتبيع مطيشه؟ نعم. كي جاتك المساحه البلاصه الحمد مزيانه؟ الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. بخير بخير الساعة. يعني احسن من العشوائيه؟ هو العشوائيه مكرفس الله المقاك وكلشي زين. دابا ملي دخلتي السوق النموذجي كي حسيتي؟ بخير، كتحس الناس فرحانين حتى هما اللي كيجيو يتقداو. واخا كاينه المساحه صغيره ولكن الحمد لله باش يخدم كل شيء. خاطر خاطر وباش يخدم كل شيء، عند الناس كاينين كثار. السوق لا جا يكبروا عاوتاني ما غيكفيش، ما غيستافدوش الناس كاملين. كاملين. شي رساله منك؟ وكنشكروا الناس اللي مسؤولين على هذا السوق وهذه والدعم اللي دعموه وهذا الشيء. والحمد لله كنشكرهم بزاف على هذه المبادره هذه، وهذا الشيء كله خير للناس. الله ييسر لك الامور. اللهم امين. تحيات.